خبز السميد والقمح، خبز كتير طيب وخفيف، ممكن الاستفادة من السميد بنقعه. هلا بتشوفوا كيف رح نحضره. أول شي منضيف مي بارد، بعدين منضيف فوق الدقيق. هذه المرحلة اسمها الأوتوليز. طبعا أنا هون ما أضفت الملح، لكن أنا بفضل إنه نضيف الملح هون. ابني وليد صغير عم بيساعدني نخلط العجين، الله يعطيه العافية. هيك تكونت العجين، شوي الكاميرا أوت أوف فوكس، لكن بعد ما تتكون العجينة طبعا رح نغطيها، نحطها ببول أو بحلة، وبعدين نتركها بالبراد لتاني يوم، يعني 12 ساعة على الأقل. مجرد ما تكونت، يعني هون ما عم نعجن بس عم نخلطها خلط. هاي اسمها الأوتوليز. طبعا أنا بيفضل أضيف ملح لكن لأنه طلعت العجين شوي لاصقة بإيدي تاني يوم، وشوي صعب التعامل معها خاصة بالترطيب اللي كان بالعجينة، فبنصح تضيفوا الملح مع الدقيق أو بهالعجينة. هلا بننقع السميد. طبعا هون عم بستخدم سميد خشن، ممكن نستخدم السميد الناعم كذلك، بيعطي شوي قوام أنعم، لكن نقعه بخلي يتفكك وشي يصير سهل انه يندمج بالعجين. اوكي، فحنقع كمية متساوية من الماء والسميد، واترك كمان بالبراد 12 ساعة مع النقيع او مع الاوتوليز عفوا. طبعا بحالة الاوتوليز اذا كان في ملح ما عاد يسمى اوتوليز، لكن هو نوع من الطرق لانه نبرز النكهة للعجين بإراحته بالتلاجة كل هالوقت. هون طبعا تاني يوم الصبح انا نزلت العجينة ونزلت فوق منها النقيع، نقيع السميد. طبعا الوصفة كاملة المقادير حتشوفوها بصندوق الوصف، والخميرة الطبيعية الناضجة والملح. طبعا الملح مثل ما قلت لكم يفضل نضيفه بالاول اذا ما بتكون عجينة كتير لاصقة، بعدين بنعجن. طبعا هون لانه بنستفيد من وجود العجينه كل هالوقت بالثلاجه، انه العجينه ما بحاجه تخلط لمده طويله، مجرد ما تكونت تقريبا بدها شي 4 إلى 5 دقائق، بنعجنها بسرعه سرعه عاليه لمده دقيقتين بس مش اكثر، لانه والا ممكن تتفكك العجينه بالعجينه، خاصه انه هي اوريدي مرتاحه 12 ساعه. اوكي، هذا بعد دقيقتين من العجن، شوف كيف صار قوامها ممتاز. بنحطها بزبدية أو ببول مدهون بالزيت، أنا دهنته بزيت الزيتون، شوفوا قوامه ما أحلى، ممتاز جميل جدا. أوكي، أنا هون طبعا عم بعطيها شوية تيرنز حتى تقوى شوي بنيتها، لأنها كانت فعلا عجينة رخوة، مع أنها قوية لكنها رخوة، وهذا بسبب الأوتوليز وغياب الملح. بعد 45 دقيقة بعملها ستريتش اند فولد، شوفوا قديش عم ترتفع معي لحد ما تعمل ستريتش، فيري فيري يعني اكستنسبل، العجينة كتير رخوة قوية لكنها رخوة جدا بسبب غياب الملح بالأوتوليز. اوكي، فاضطرت اعملها ستريتش كذا مرة، اكتر من مرتين ثلاثة اربع مرات، حتى يعني بنيتها تقوى واقدر بعدين شكلها يعني وتصير سهل التعامل معها. اوكي، تقريبا انتهيت هيك انا من الفولد الاول، بغطيها بتركها كمان 45 دقيقة تانية لأرجع أعمل لها فولد أخير. بعد مرور 45 دقيقة تانية نعمل لها فولد، مش ملاحظين صار فيها غازات وقويت، نعمل لها ستريتش أند فولد بهالطريقة هاي. طبعا بدها عدد مرات مد وطي أقل من المرة الأولى لأن صار عندها بنية أقوى، لانه بسبب غازات التخمر وبسبب الفولد اللي تم لاول مره. هيك نتركها لمده تقريبا ساعه ونصف الى ساعتين، انا هون تركتها لمده ساعتين، بعدين حقسمها. اوكي، تقريبا كل وحده منهم كيلو، حطها على الميزان طبعا بنفس البول حتى يكون البول نفسه مثل الميزان، كون الميزان عندي انا صغير.
ولما افرغ من وزن العجائن بعمل له التشكيل الابتدائي او البري شيبينج بالشكل اللي حتشوفوه هلا. طبعا باستخدام سطح مبلول بالمي وايدين مبلوله بالمي حتى العجينه ما تلتصق بايدينا بسكريبر او بسكين العجين. اوكي، بس يكفي نحطها على جنب، ما بدنا كثير نشد عليها لانه هيدي العجينه صح انها رخوه لكنها ممتلئه بالغازات مثل ما شايفين. اوكي، بدنا ننتبه جدا انه ما دونت تيك ذس تو فار، يعني ما نزيد كثير بالبري شيبينج حتى ما تتمزق العجينه. نتركها ترتاح لمده نصف ساعه مغطاه، نكشف الغطاء ومنشكلهم. طبعا انا هون عم برش عليهم دقيق، وعندي السلال هون عم بستخدم سلال بيضاويه من الرتان، عم برش فيهم دقيق قمح كامل، ممكن تضيفوا السميد، ممكن، المهم يكون دقيق بيمتص الرطوبه حتى ما بيلصقوا هدول العجائن بالثلاجه لتاني يوم. بنشكلهم بالشكل اللي شايفينه. طبعا العجينه حتلاحظوا انها كتير رخوه لكنها قويه بنفس الوقت، والرخاوه مثل ما قلت بسبب الاوتوليز اللي هو طويل جدا بدون ملح. اوكي، لذلك كمان مره تاني بعيد، يفضل نضيف الملح مع الاوتوليز من الاول وما نضيفه اخر شيء بالعجن، خلص نضيفه من الاول. اتوقع يمكن العجينه حتكون قوامها احسن من هيك، لكن اذا قدرانين تتعاملوا مع هيك عجين لا بأس، ممكن تاخروا الملح لانه انا شفت انه عطى الطعم كتير طيبه لكن العجين شوي صعب التعامل معه. اوكي، بشكلها بحط عليها دقيق، بعدين بقلب العجينه الى السله وبغطيهم طبعا وبحطهم بالثلاجه 12 ساعه على الاقل. طبعا عم شكل العجينه الثانيه، ملاحظين قديش رخوة، جدا رخوة. يعني أنا مع خبرتي بالتعامل مع العجائن الرخوة لقيتها كمان شوي صعب التعامل معها، فعم اشتغل كنت بأطراف صبيعي حتى ما تلتصق بإيدي، عم برش دقيق كل الوقت. لذلك حتى جنبكم هيدا الشيء قلت خلص ما تضيفوا أو ضيفوا الملح من الأول. اوكي، طبعا هيدي الخطوة المسبقة تبعت إضافة يعني تحضير العجينة باليوم وحطها بالبراد، وتحضير النقيع كمان نحطه بالبراد، بوفر علينا خطوة لقدام، وكمان بيعطينا نكهة كتير كتير طيبة وسويت لأنه السميد طعمته حلوة، بيبرز هذا الطعم النقع لمدة ليلة كاملة بالثلاجة. اوكي، بنحطها بالسلة مثل ما شايفين، بنرش عليها دقيق كمان ومنغطيهم بكيس نايلون ونحطهم بالثلاجة 12 ساعة. هدول هن العجين. تاني يوم بنحمي الفخارة، أنا حميتها بالفرن لمدة 20 دقيقة، فخارة أو كاسيرول اللي بدكن إياه، وعم برش سميد ناعم، يفضل يكون ناعم. أوكي، على العجين لأنه يعني الرطوبة اللي محتبسة فيه من الكيس اللي بالثلاجة بتخلي شوي طري وبيلتصق، بعدين ممكن يلتصق بالفخارة، فلذلك عم برش عليه طحين بشكل كتير منيح، أو مش طحين، سميد، حتى ما يلتصق بالفخارة. كي عنا الفخارة سخنة بدنا ننتبه، بنحط بقلبها بنقلب عليها العجين بهالشكل، بنحط ايدينا وبنقلب حتى تنزل العجينة شوي شوي، بننتبه على ايدينا طبعا ما تدقر الفخارة السخنة، بنشق العجين بهالشكل زاوية تقريبا 45 درجة، زاوية حادة شوي، بنغطي الفخارة بالغطا تبعها اللي هو أصلا كان محمى عليه بالفرن، بنحطه بالفرن. أنا عم بخبز بفرن غاز لمدة 20 دقيقة مع غطا، وعشرين دقيقة بدون غطا، وتحمير من فوق لمدة 10 دقايق. أوكي، فهاي بعد 20 دقيقة مع غطا، بنكشف الغطا بنحطها بنرجعها على الفرن لمدة 20 دقيقة تانية، وتحمير 10 دقايق، 8 10 دقايق من فوق هيك حتى تاخد لون من كل الجوانب وتصير جاهزة للتقطيع والتقديم. العجينة الثانية شقيتها كمان بطريقة شوي مختلفة بدون زاوية حادة، غطيتها وحطيتها بالفرن بعد 20 دقيقة، شلت الغطا ورجعت حطيتها بالفرن. لاحظين طريقة الشق اختلفت والنتيجة شوي اختلفت. اوكي.
اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد. وبعد مرور تقريبا 45 الى 50 دقيقه الخبزه صارت جاهزه، بدها اقل شيء 45 دقيقه لتكون جاهزه الخبزه. شو رايك يا جودي؟ شوفي هاي جودي، ايدين جودي، هاي ايدين وليد ساعدني بالخبز. مثل ما شايفين هدول الخبزات ساعدوني فيهم ولادي بالعجن والخبز، الله يعطيهم العافية. هذا الخبز بتمنى انكم تجربوه، كتير طيب وكتير صحي. شكرا للمتابعة ومع السلامة.